بقلوب يملأها الأمل نحو غد أفضل وعزيمة لا تعرف الكلل تسعى نحو تغيير الواقع الأليم. أرحب بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، فأهلاً ومرحباً بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة جهود النظافة في عدن وتحديات التحسين. نادي الجلاء الرياضي مغامرة بشغف شبابي. فنانة يمنية تجسد الواقع برسوم الإنمي. مشاهدينا الكرام، نبقى الآن مع فعاليات وأخبار وأنشطة تهمكم في جولة إخبارية سريعة في فقرة أسبوع المدينة. أعلن في العاصمة المؤقتة عدن عن فيلم روائي يتحدث عن المآسي التي أفرزتها حرب 2015 وانعكست على حياة المواطنين في المدينة. الفيلم يستعرض المخزون التاريخي لمدينة عدن ومدى ما تعرضت له معالمها الأثرية من تدمير لأجزاء كبيرة منها، إلى جانب تشخيص الوضع المعيشي الصعب والانفلات الأمني الذي تمر به. إن نظافة أي مدينة دليل على رقيها وعلى ارتفاع مستوى الوعي لساكنيها، ولا ننسى القول المأثور النظافة من الإيمان. فما هو وضع النظافة وصندوق النظافة بعدن؟ التحديات المتراكمة التي أفرزتها الحرب واقع لا يمكن تجاهله، فالآثار الكارثية ما تزال ماثلة في أغلب مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة عدن، التي يخوض فيها صندوق النظافة والتحسين معركة حقيقية في مرحلة بالغة الصعوبة والتعقيد. المحافظة كما تعرفون خرجت من حرب طاحنة، أخذت كل شيء في المحافظة من معدات من إمكانيات ومن أي شيء، وبدأت تعود على عجلة الحياة في المحافظة شيئا فشيئا في خلال 3 سنين. بالنسبة لصندوق النظافة قدم جهود جبارة كثير رغم نقص المواهب حق المعدات الذي انسرقت والذي اتلفت والذي هي خلاص انتهى عمر الافتراضي. حوالي 120 آلية كاملة اللي تضررت أول حاجة وعاطلة واسترقت، 120 آلية، وهذا عدد مهول يعني إنه تشتغل في هذا العدد. الآن أصبح الضغط على الآليات اللي موجودة اللي نشتغل فيها ضغط أيضا غير عادي على هذه الآليات اللي تشتغل، لقيت تغطي على الآليات المنهوبة المتضررة والذي عاطلة موجودة من زمان. هذا الضغط ايضا يعني ضغط شديد جدا. زيدنا عدد نقلات القمامه على هذه الاليات، بدل السيارات الدينة تنقل 3 نقلات خليناها تنقل 6 نقلات، بدل الفرامه تنقل نقلتين خليناها تنقل 4 نقلات 5 نقلات. هذا ضغط عالي على النقليات اللي موجوده، ايضا بيسبب احتلاك بعد بتحتلك وبتنتهي. هناك جهود تبذل من قبل صندوق النظافه والعاملين فيه اين ما كانوا، لكن هذا الجهد مطلوب نعززه مش كافي. عدن كانت حتى وقت ليس بالبعيد نموذجا يحتذى به في النظافة، لكنها اليوم تغرق في مياه الصرف الصحي وأكوام النفايات جراء تعرض صندوق النظافة لأضرار بالغة فقد معها معداته وآلياته التي تعرض بعضها للتلف والآخر للنهب دون حسيب. ولولا هذا الصندوق لما كانت المحافظة غير كذا في البيئة، وكانت القمامة متراكمة في كل الشوارع. حتى في بالك ما بال لما تجينا كانت الكوارث في الأمطار وفي الإعصار دائما نلجا إلى الصندوق هذا لمساعدتنا بالإمكانيات المادية، ويوقفوا معنا وقفة جادة، وأي حملات متخلفات أو في العشوائي أو أي شيء نستعين دائما بالصندوق. نحن بحاجة ماسة للآليات. نتكلم على النظافة لازم تكون في آليات، لأن النظافة قلت لك شقين، آليات عمال. هذه الشقين هو أساس النظافة، آليات عمال. أنا الحين نقص على الآليات صراحة، يعني الإيجارات ما بتغطيش، الحملات ما تغطيش. نحن نشتري نظافة مستدامة يومية تنتشر زي ما كان. نحن نشتري نعيد النقل المباشر اللي كان زمان، النقل المباشر اللي كان من البيوت ما كانش فيه براميل ولا قمامة موجودة في هذا ولا روايح كريهة، كان تنقل مباشرة من كل البيوت أول بأول. مشان ننقل هذه القمامة من البيوت أول بأول نحن بحاجة إلى آليات، نحن بحاجة مش بس آليات تشتغل، آليات موجودة في الاحتياط
لان النقل المباشر بحاجه الى ضمان انك تستمر كيف تنقل. في حالة في عطل يكسع في اله، هذه الاله جاهزه تنقل الاله. 32 سنه داخل الورشه هذه، نشتغل تبع الانشاءات ونقيم باعمال الصندوق. ايش اسوتهم باصحابنا رغم مالي؟ يعني انا اشتغل بالحافز الان مننا ثلاثه انفاع. عمال النظافه بالاخير هم مش ملائكه نزلوا من السماء، هم بشر. بس ان احسنت توفر لهم الالات والمعدات والموارد الكافيه في ضوء برنامج وخطط واضحه للعمل ومتابعه وتقييم اداء بشكل منتظم، سنحقق اكثر مما نحن عليه الان بكثير. بإمكانيات شحيحة وموارد ضئيلة، واجه صندوق النظافة في العاصمة المؤقتة عدن الواقع المفروض عليه، ونجح في الكثير من المهام وأخفق في بعضها. لكنه على الرغم من كل ذلك يظل الحاضر الأبرز في مشهد تطبيع الحياة كما يقول مسؤولون حكوميون. المواطن له دور في النظافة، إذا المواطن ما له دور في النظافة حتى لو تجيب كم معدات وتجيب عمال النظافة، يعني اليوم الحس النظافي والحس البيئي عند المواطن للأسف يعني بعد الحرب هذا أصبح مفتقرة في كل المديريات. يعني كل من يرمي المخلفات في أي مكان، مخلفات البناء يرمونها هنا في السواحل في الشوارع في كل مكان، ولكن قلت لك الصندوق يعمل بكل وتيرة لإعادة الجمال لمحافظة عدن مرة ثانية. المواطن أمام بقالته، أمام محله، أمام عمارته، أمام كل ورشته، أين ما يمر لازم يكون عنده اسمه برميل، عنده وسيله. حتى اللي بيبيع بالشارع يا اخي اطرح كيس علاقي معك وارمي الى داخله. الرسوم اللي حددها قانون مجلس الوزراء سنه 99، من 99 ما تحركتش. مكانها 5 ريال عن كل كرتون، ايام ما كان سعر الكرتون 400 ريال، الان سعر الكرتون 12000 ريال ما تحركت. 10 ريال عن كل كيس، ايام ما كان سعر كيس 800 ريال او 1000 ريال، الان كيس قدره 28000 ريال. انا ما تحركتش. علاوه على الازمه اللي جت من 2011 وما بعد 2011 ومشاكل الالتهابات والناس ضعفاء النفوس البلطجه اللي استولوا على حقنا الاسواق، اللي استولوا على الرسوم حقنا، اللي بلطجوا في الشوارع شلوا، هذا ايضا الكهرباء اللي المواطنين ما يسدوش من الكهرباء اللي نعم اعتمد عليها. النظافه ليست مهمه جهه حكوميه فحسب، وإنما هي مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة والمجتمع بكل فئاته وشرائحه، فبدونها لا يمكن للمدينة أن تستعيد جمالها، ولا يمكن الوصول إلى وضع بيئي صحي وآمن. نرحب بالمهندس قائد راشد المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة وتحسين المدينة في العاصمة المؤقتة عدن، أهلا ومرحبا بك اليوم معنا في هذا اللقاء. بداية مهندس قائد، لو تطلعنا على وضع صندوق النظافة وتحسين المدينة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الصباح الجميل في عدن، عدن الحبيبة، عدن العاصمة المؤقتة في اليمن. طبعا صندوق النظافة وتحسين المدينة ما زال قائم على قدميه بفضل التوجيهات السياسية بقيادة زعيم الأمة المشير برب منصور هادي ودولة رئيس الوزراء والأخوة في قيادة المحافظة القائم بأعمال الأخ المحافظ، الذين نكل لهم كل الاحترام والتقدير ومن سبقوهم من المحافظين، والذين أيضا أسسوا هذا الصندوق وما زلنا نحن نعمل في عن كثب في المحافظة بكل ما أوتينا من قوة وكل ما أتينا من إمكانيات، ولم نحبط ولم نيأس. فهذه عدن تحتاج مننا جميعا أن نتكاتف لتقديم ما نستطيع تقديمه لكي تصبح مدينتنا مدينتنا عدن، عدن الحضارة، عدن الثقافة. نعم. عدن الأم. كيف استطعتم الحفاظ على هذه الديمومة وكذلك أن تعملوا وفق يعني طاقة تشغيلية جيدة رغم كل الظروف والصعوبات التي لا تخفى على أحد وظروف البلد أيضا؟ ظروف البلد صعبة جدا، ونحن أيضا نقدر هذه للدولة، وعدن يعني نحن بالذات يعني بدأنا في
عندنا نشأت صندوق ايضا المحافظه على هذا الصندوق ومتابعه يعني حديثه، وعلاقتنا طيبه بكل الموظفين بكل القيادات السابقه والحاليه، نتابع عملنا بصمت وديمومه عاليه، رغم كل الصعوب ورغم كل الامكانيات التي تواجهنا ورغم كل العراقيل، لكن ننحت في الصخر حتى ايضا ونمشي ضد الموجات حتى ايضا انه نقدم خدمات للمواطن رغم الامكانيات الشحيحه ورغم النهب الذي يتعرض له الصندوق ورغم التقطعات. النهب تعرض للصندوق في الان تقصد ولا ايام الحرب؟ بل الصندوق هذا من 2011 وهو ايضا يتاثر بعد من بداية الأزمة السياسية، وصندوق تعرضت آلياته للنهب والاعتداء ومواقع الأصول كاملة أيضا خلال الحرب. الحرب أيضا أجت وكملت ما كان أيضا باقي لنا من آليات ومعدات أيضا نهبت، تقدر الآليات والمعدات التي نهبت من صندوق النظافة تقريبا 60% من معداتنا بما يوازي 46 آلية ومعدة. نحن أيضا من بعد أيضا الحرب وانتهاء الحرب بعدن وتحررت عدن باشرنا عملنا، وأيضا خلال الحرب أيضا كنا نعمل أيضا في الاتجاه الذي لم يدخل فيه الحوثة، اشتغلنا ايضا في الجزء الاخر وكوننا ايضا مكاتب خاصه في المنازل وايضا في مواقع العمل الميدانيه، واشتغلنا ايضا بالاليات المتواجده، وقمنا ايضا بالاستئجار والتنسيق مع المنظمات مع القطاع الخاص مع كل من يحب عدن، والعمال ايضا الذين نكون لهم كل تقدير وشكر الذين بذلوا جهود واشتغلوا في أحلك الظروف في الأزمة الذي لاحظتوا أنتم كيف كانت عدن شوارعها مقطعة، الآليات تختطف، الورش يعني كانت أيضا تقتحم في عدن، أيضا كانت الأمور صعبة، تقطعات، عصيان، كان عصيان أيضا من قبل المؤسسات، ونحن نشتغل عمالنا كانوا يشتغلون وأنتم لاحظتم يعني اليوم تقصد تقول مهندس قائد بأن الوضع هو أفضل مما كان عليه بعد الحرب مباشرة؟ الحمد لله رب العالمين، الأمور الآن مستتبة، الأمور يعني الحمد لله تبشر بخير، نطمح إلى الأكثر، نطمح إلى أن عدن أيضا تعطى حقها، عدن لازم نتكاتف جميعا من كل الفئات كان في الدنيا أو في العليا. كم هي الطاقة التشغيلية التي تعمل بها اليوم يعمل بها صندوق النظافة وتحسين المدينة، وهل هي كافية يعني كافية بسبب أن هناك الاحتياجات متزايدة يوما بعد آخر، هل تكفي هذه الاحتياجات؟ سؤال مهم جدا وأنا أيضا كنت أشتي أطرق له، فكما قلت أنه عدن يعني نهبت معداتها وأصبحنا يعني نشتغل بطاقة يعني من الدنيا، ولكن لم نحبط لأنه نحن نعرف إمكانيات الدولة ونعرف المشاكل التي تواجه البلاد، لكن نحن لم نحبط، قمنا أيضا بإصلاح الورش الخاصة بصندوق النظافة وتحسين المدينة، وقمنا أيضا بإحياء بالترميم وتصليح الآليات التي كانت متهالكة والتي كانت يعني انتهى عمرها الافتراضي وقمنا بإصلاحها، الآليات أيضا التي تعرضت للقصف وتسلحت عدناها للتشغيل ودخلناها في التشغيل، ولكن هي أيضا متهالكة وغير مجدية للعمل برغم الصعوبات والكثافة السكانية التي أصبحت أيضا تزداد يوما عن يوم في عدن. عدن أصبحت الآن ليس كما عدن سابقا، أصبح أيضا السكان في ازدياد، الهجرة من الريف إلى المدينة أيضا يؤثر أيضا سلبا على عدن، النزوح أيضا من كل المحافظات الجمهورية إلى عدن. عدن الآن أصبحت مأوى للجميع، الحكومة أيضا والقيادة السياسية أيضا، وأصبحت عدن عاصمة مؤقتة
كل الوزارات، كل المؤسسات، كل البعثات الدبلوماسية والرحلات كلها الآن رجعت إلى عدن. تلاحظين أيضا كل المعسكرات أيضا موجودة في عدن، المستشفيات أيضا. هل لديكم طاقة تشغيلية تغطي كل هذا؟ لا تغطي، لا تغطي. نحن أيضا نقوم بالاستئجار من القطاع الخاص ونغطي مما هو ينقص. أيضا الآليات المعدات أيضا شحيحة جدا، وأيضا واللي كانت أيضا موجودة هي متهالكة. لقينا نحن دعم أيضا مع الأخوة بالهلال الأحمر الإماراتي بتقريبا 12 آلية معدة 3 طن و4 قلابات و2 فرامات وهذه و1500 برميل، ولكن هذه كلها لا تغطي لمديرية ومديريتين. نحن الآن أصبحنا قسمنا المديريات إلى 12 مديرية إلى 12 منطقة. كما قلت الآن الأسواق أصبحت كبيرة، الزحمات كبيرة، المخلفات كبيرة. وصلت مخلفات القمامة في عدن إلى 750 طن يوميا. عملنا مقلب أيضا آخر يعني في مقلب الحسوة ليكون نقل أيضا ترانسبورت إلى المدينة، لأن القلابات الآليات الخاصة بنا صغيرة وأيضا متهالكة ولا توصل إلى بئر النعامة، ولهذا عملنا حلول يعني مؤقتة حتى توصل الآليات التي تم وعدنا بها من قيادة السياسية. وإن شاء الله يعني هذه التوجيهات تنفذ على أرض الواقع، ونحن نناشدهم من خلالكم أن الآليات يعني أصبحت ضرورة ملحة لصندوق النظافة وتحسين المدينة، لكي نعطي عدن حقها من النظافة ومن الجمال، ونشتي نعيد لعدن كما كانت في عهدها السابق. كانت في 2009 هي الريادي لها الريادة، وكانت تحت المرتبة الأولى في النظافة والتحسين. و خاصة في 2010 بعد خليج 20 هي أصبحت يعني تعتبر كانت من أنظف المدن. كنتم لاحظتوا أيضا في 2010 و2009 و2011 كيف كان خليج 20 وكيف كانت عدن مزينة بأحلى الحلل، ونحن كنا نطمح في السابق إلى الأفضل. والآن يعني العمال هم نفسهم، الإدارة هي نفسها، وما ينقصنا فقط إلا المعدات والتقنية الخاصة لإعادة أيضا الطاقم التشغيلي إلى وضعه السابق، ولكي يقدم أيضا الخدمة لهذه المدينة ولهذا المواطن لهذا العدن. نقول أن عدن يعني تستحق الكثير، تستحق مننا بذل الجهد، وأيضا حتى أيضا ينعم أهلها على الأقل حتى بالنظافة. مهندس قائد، هل بينكم وبين مؤسسات الدولة الأخرى أي تنسيق؟ وهل ثمة مؤسسات يعني قد تعرقل عملكم في صندوق النظافة؟ على سبيل المثال مؤسسة المياه والصرف الصحي، ونحن نرى اليوم بأن جميع المواطنين في المحافظة عدن يشتكون كثيرا من المجاري المنتشرة في جميع المديريات تقريبا. والله نحن أيضا منسقين مع كل المديريات، ومع بالذات مع مدراء عموم المديريات. نحن نكمل بعض ونكل لهم كل الاحترام والتقدير. هناك أيضا في أقسام خاصة للمجاري في كل مديرية، وأيضا في المؤسسة العامة، وتنسيقنا أيضا طيب مع الأخوة في المؤسسة العامة. أيضا نقوم بالاتصال بهم في حالة تكون هناك في طفح للمجاري أو سدات، لأنها في حالة أنه تكون وجود مجاري في المدينة وتكون في طفح هناك أيضا تأثر على سلبا على عمليات النظافة. ولكن أيضا ننسق معهم بحل هذه المشكلة وعبر المدير عام المجاري ومدير عام المياه في المؤسسة، وهم أيضا يقومون بشكورون بعملهم. وأيضا هم أيضا لهم مشاكلهم وهمومهم بما هي أيضا نفس المشاكل والهموم التي لدينا. يعني المؤسسات، كل المؤسسات في عدن أصبحت يعني يعني ظروفها صعبة جدا، خاصة إذا بعد الحرب. يعني كل الأمور، أنا أعتقد أنه الآن الكهرباء، المياه، صندوق النظافة وتحسين المدينة هي المؤسسات التي الخدمية التي تقدم في عدن، هي أيضا نهبت معداتها وأصبحت يعني تشتغل على يعني خارج يعني التغطية كما يقولون. هل تولون اهتمام خاص بالأماكن التاريخية والسياحية في عدن؟
هذه ضرورية جدا. نحن أيضا نعطي اهتمام خاص للمواقع الأثرية مثل المتاحف، مثل الصهاريج، مثل قاعة عصيرة، مثل المواقع الأثرية، فهذه أيضا مهتمين فيها، ونحن أيضا مرتبين أعمال هناك، وفي حالة وجود أي مشكلة ممكن نحن نحلها في كل وقت. على ذكر الصهاريج، يعني أحيانا عندما نذهب إليها نلمس بأن هناك يعني قمامة وأوساخ فيها، هل مثلا تدخل القلابات إلى داخل الصهاريج حتى تنظف كل القمامة؟ نعم، لأن الصهاريج تعتبر من أهم المعالم السياحية والتاريخية في عدن. نحن مرتبين هذه الأمور أيضا هناك، وفي حالة أنه وجود مشكلة لدينا هناك أخوة أيضا خالد الرباطي ويتصلوا في حالة أنه في أي مشكلة أو أنه عدم وصول السيارة إلى هناك، لأنه نحن كما تعرفي أختي سارة أنه نحن في حالة أنه وصول أي سيارة موجودة تعطل، يعني تعطل عمل الخط السير هذا للمواقع، يعني عند عطال أي سيارة لازم نجيب سيارة ثانية أو نستأجر سيارة ثانية، ولهذا كانت زمان ديمومة عمل في صندوق النظافة، يعني في عندنا كان أسطول احتياطي، سيارات احتياطية في الورشة، تعطل سيارة تخرج سيارة بدالها مباشرة، الآن تعطل سيارة تجلس بأربع أيام خمس أيام ست أيام عاطلة، ولهذا تراكم القمامة نتيجة عدم وجود آليات احتياطية أو وجود أسطول أو وجود سيارات يعني تمشي بالطريق بالشكل المطلوب فيها. اليوم مهندس قائد، كيف تحكمون على الثقافة والوعي المجتمعي إذا المحافظة من قبل المواطن نفسه على نظافة المدينة، بالتالي يساعدكم في عملكم ويساعدكم في جمال المدينة وتحسينها؟ والله الوعي مدني جدا، الإعلام أيضا لم يقوم بدوره في التثقيف التوعية في البيئة والمحافظة على نظافة المدينة. نحن أيضا في 2006 أنشأنا قسم خاص اللي يكون أيضا لحماية البيئة ومركز البيئة، وكانت لدينا أيضا أقسام بالشرطة البيئية، وكانت تقوم بالشوارع وتضبط المخالفين. الآن أصبحت يعني عدم المبالاة بالنظافة وتحسين المدينة، أيضا كما تلاحظين أنت تنزل الكورنيش، تنزل الساحل، تنزل المدينة، استحدثت مقالب قمامة في المدينة في كل الشارع، في كل حافة، في كل أيضا نلاقي مشاكل أيضا برمي المخلفات والقمامة من العمارات إلى خلف اللي يسمى بالحمامات الخلفية والقلالي، أيضا هذه مشكلة خاصة بنا، وأيضا تأثر أيضا سلبا على قنوات المجاري، ترمي المخلفات القناري، ولهذا تحصل السدات وتحصل طفح المجاري نتيجة أيضا برمي المخلفات وقمامة أيضا إلى مناهل المجاري وإلى القنوات الخلفية للمجاري، أيضا مشكلة عامة موجودة. نتمنى أيضا من المجتمع المدني ومن أئمة المساجد ومن المدارس، أيضا نحن لدينا يمكن 82 نادي بيئي في المدارس، نقوم أيضا نحن بالتنسيق مع التوعية في المدارس، ننسق أيضا مع أئمة المساجد، ننسقنا أيضا مع الأوقاف بمشان هذه التوعية البيئية. فيعني النظافة أيضا ليس مسؤولية صندوق النظافة أو عمال البلدية فقط، لكن أيضا هناك اشتراك مفروض يكون موجود من المدرسة ومن البيت، والبيت يكون عندما يكون الطفل يخرج من البيت يعني يرمي القمامة لازم البيت أيضا يقولوا له والله هذا الشارع شارعنا. أنت لاحظي الآن من إيش من بيت يقوم يكنس أمام بيته، إيش من محل يقوم يعني يصفي أمام المحل حقه، إيش من حديقة، إيش من مطعم، ما حد، يعني أصبحت الأمور يعني اتكالية، يعني كله يعني على أساس أنه هذا عمل النظافة وهذا يعني صندوق نظافة. إذا هل مثلا تنوون أن تعملون خطط لنشر الوعي المجتمعي بإزاء النظافة وأهميتها؟ نحن لدينا مركز كما أشرت، لدينا مركز توعية بيئية، ننسق أيضا مع بعض الجمعيات، لدينا تنسيق أنا شكر أيضا الأخوة في جمعية العيدروس، أيضا تنسيق مباشر في جمعية العيدروس رئاسة الأقطمية، أيضا تنسيق مع دار التربية، ونكل لهم كل تقدير وكل شكر، يعني الأوقاف أيضا منسقين معهم، نقوم أيضا بعمل توعيات يعني في الأيام الأعياد والمناسبات عند دخول الزوار، نعمل أيضا استطلاع وتقييم
للزوار عند دخول عدن، يعني كيف عدن، كيف النظافة، يعطونا أيضا تقييم مستوى النظافة، مستوى الأمن، مستوى الالتزام، مستوى التحسين، مستوى التشجير. هناك لدينا أيضا استبيان، وهم أيضا يقومون يعني بالرد، ونجمعها عند دخول المواطن إن كان عبر المطار وكان عبر النقاط، وكنا نعملها هذه عادة، ونعمل أيضا ترويج يعني في الحدائق، ونعمل توعية يعني، ومعانا أيضا نشر يعني شاشات في الحدائق في التجمعات، ونعمل توعية، ولدينا أيضا بطائق، ولدينا أيضا بروشورات توزع أيضا في هذه المناسبات بكل السواحل. إن شاء الله تلاحظونها عندما عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله أيضا يجي عيد الأضحى المبارك أيضا والأمور استبت الأمور، أيضا دعمونا أيضا بآليات، دعمونا بدعم يعني مالي لاستئجار آليات ومعدات، لكي أيضا نقوم بعملنا خير قيام. ولأنه نحن بين وبينك القوامة تكاثرت، الأسواق زادت، الحركة زادت، أيضا حتى الآن آلياتنا أصبحت صعب الحركة فيها في هذه الزحمة، في هذه الآن نفكر أيضا بعمل خطط أنه نقوم نعمل بتغيير نظام النوبات، نوبة ليل في المساء، ولكن أيضا هناك نوبة المساء هذا تحتاج إلى آليات جديدة، تحتاج إلى معدات متخصصة. يعني الآن الآليات المتخصصة هذه تكون لازم تكون جديدة ومواكبة لهذا العمل ولهذا الازدحام ولهذا الفرز اليومي، فرز يعني غير مأهول. أنا أشتكيكم أيضا تنزلوا وتعملوا استطلاع إلى المقالب القمامة، إلى الحواري التي نقوم بعملها، إلى موقع الميزان القمامة، بتلاحظون كيف كمية القمامة اللي تخرب اليوم. نعم، هل لمستم مثلا بأن ثمة مديريات تكثر فيها القمامة أكثر من مديريات أخرى؟ وما هي الأسباب إذا كان هناك هذه الظاهرة موجودة؟ والله أنا كما أشرت أنه في مديريات مثل الشيخ عثمان، مثل المنصورة، مثل الصيرة، أيضا هذه قمامات تكون متراكمة في يعني زيادة، كما قلت أنها في أسواق، الأسواق الآن أيضا الآن بنيت يعني مراكز تجارية، يعني سوبر ماركتات، مطاعم كبيرة، في فرز، في فنادق. الآن قلت كما أشرت أنه كل عدن رجعت يعني مأوى للجميع، يعني النازحين لهنا، أيضا الهجرة من المدينة كما أشرت في سابق حديثي، من الريف إلى المدينة، النازحين، المعسكرات، السجن، يعني كل ما يخطر على بالك، فين مخلفاتهم، فين قماماتهم، هذا المستشفيات، وبين الجهة الأمنية فيما يخص النظافة، خاصة الآن مع انتشار ظاهرة السلاح، قد يعني في هناك بعض الجهات لا تتحدث إلا بالسلاح إذا مثلا صندوق النظافة. هل لديكم مثلا تنسيق بينكم وبين الجهات؟ والله نحن نسق معهم، لكن يعني ما زالت المشكلة قائمة، ونحن أيضا بدأنا أيضا نحد من السرقة بحيث تركيب شرائح خاصة بالجي بي اس لآلياتنا، اللي حتى لو كانت هي متهالكة، ولكن احنا ايضا نستفيد منها حتى لا تنقل لي طن او اثنين طن. هل هناك مديونية على الصندوق او وانتم يعني مدينين اشخاص اخرين هم مدينين لكم؟ والله هذا ايضا سؤال مهم، يعني بالنسبة للمديونية نحن ايضا كمؤسسة كما تعرفين صندوق النظافة وتحسين المدينة هو ايضا ياخذ رسومه وجباياته اللي من حسب القانون الرقم 20 لعام 1990 من الجهات التي حددها القانون، مثل الكهرباء، مثل المداخل المدينة. لكن هناك ايضا ديون كبيرة لدى المؤسسة العامة للكهرباء، فهذا كان لكم، وكانت هذه مؤسسة ايضا ديونية هي مركزية، وفي عدن يقول لك هذه المدينة الديون هذه مركزية، ولكن يعني نحن أيضا نقول أن المركز الآن تحول في عدن، ولازم نطالب بهذا. ونحن أيضا موضوعنا الآن شكل الأخوة في المحافظة السابقة، أيضا شكل لجنة من الجهاز المركزي والشؤون القانونية في المحافظة وصندوق النظافة والكهرباء، أيضا بالعمل عملية محاسبة ومخالصة لنا، وإن شاء الله أنها تحل هذه المشكلة. ايضا هناك مشكله ايضا هم ايضا يعانوها الكهرباء، بانه المواطن ايضا غير مسدد، كبار المستهلكين غير مسددين،
وتأثرنا هم هذا. أيضا عندهم مديونيات يطالبون بها. نعم، ونحن أيضا تأثرنا أيضا تأثير سلبي بهذا، لأنه الآن المواطن يقول لك أن صندوق النظافة يأخذ رسوم من 5%، نحن ما نستلمهاش الآن 5%، كنا كانت العمود الفقري لنا بالنسبة لي. هل هناك مثلا أيضا أموال يدفعها لكم التجار مثلا على سبيل المثال كضرائب أو جزء من الضرائب للحكومة؟ نحن الآن كل ما نستلمه فقط من الضرائب اللي قصدي عند دخول الحاويات في ميناء الحاويات، وبما أيضا كله على الطرود وعلى الحاويات وعنده نستلمها، وهي أيضا الآن تعتبر ركيزة لنا أساسية. أيضا النفط كانت اللي لدينا نسبة من النفط الآن توقفت نتيجة يعني إذا توقف البيع من الشركة أو الاستيراد، كما عندهم أيضا هم مشاكل، لكن نحن أيضا زاد البترول وراحت النسبة الخاصة، زادت السعر والنسبة الخاصة بصندوق النظافة وتحسين المدينة أيضا ذهبت أدراج الرياح. نرجو أيضا يعني هذه أيضا النسبة تعود لنا، وكي أيضا نقدم خدمة المواطن التشغيل يعني الآن الصرفيات أصبحت أيضا مكلفة لنا، قطع غيار أصبح مكلف، التشغيل نحن رفعنا الرواتب العمال أيضا مزادة الرواتب، وصل الراتب اللي لدينا الآن إلى 210 مليون مقارنة مع الدخل، يعني أصبحت ولا شيء أيضا، خاصة مع تعويم العملة وارتفاع الدولار بالضبط وارتفع قطع غيار، رفع التشغيلي، ارتفع قيمة الديزل، ارتفع قيمة الزيوت، ارتفعت يعني الإطارات، ارتفعت البطاريات، ارتفع كل شيء. كما تلاحظون أنتم كانت الدولار يعني قبل الحرب كان 215 والآن أصبح 550 أمس كان الدولار، وأيضا هذه مشكلة عامة في البلاد أيضا إن شاء الله أيضا تحل. لو أقول لك رسالة أخيرة تحبون أن توجهونها من خلال هذا اللقاء؟ رسالة أخيرة، أولا رسالة إلى المواطن أنه يعني يكون شريك معنا، والمجتمع أيضا يكون شريك معنا. ترى أيضا شكر وتقدير إلى كل الجمعيات الموجودة في عدن، أيضا جمعيات شبابية كانت أو أهلية أيضا تساعد في أعمال النظافة بالتوعية أو بالكلام الطيب لهؤلاء العمال الطيبين، الجنود المجهولين، الأيادي السمراء. أيضا رسالة شكر وتقدير إلى كل عامل وإلى كل سائق سيارة موجود، لكل مراقب وكل من يقوم بواجبه من الصباح الباكر في المدينة لإماطة الأذى عن الطريق. شكر وتقدير أيضا للأخ المشير عبد ربه منصور هادي، وبتوجيهه أيضا لدعم صندوق النظافة بتحسين المدينة بالآليات، ونرجو أيضا أن هذه الآليات أيضا ترى النور وتنفذ هذه التوجيهات للجهات التي مفروض أن تدعمنا بهذه الآليات، لأن هذه الآليات نحن نقول أنها آليات هي تعتبر المهمة لنا، آليات تعتبر العمود الفقري لصندوق النظافة وتحسين المدينة، لأنه بدون آليات لا نستطيع العمل. نعم، المهندس قائد راشد المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة وتحسين المدينة في العاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شكرا لكم وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نادي الجلاء الرياضي بعدن سنوات من العطاء والإنجاز حفرت في أذهان المهتمين بالرياضة العدنية، لن تمحيها الحرب ولا توابعها. نادي الجلاء الرياضي واحد من الأندية القديمة التي عرفتها عدن في ثمانينيات القرن الماضي. تأسس نادي الجلاء الرياضي في العام 1986 في مديرية خور مكسر برغبة من شبابها المنتمي للأحياء الشعبية المتفرقة والمتطلع إلى العطاء الرياضي بشغف تواق دفع بناديهم إلى بلوغ الدرجات كأحد العلامات الفارقة في قائمة الأندية الرياضية في عدن. أنا
نادي القلاء الرياضي يمثل ابناء مديريه فور مكسر، وتاسس في عام 1986 وتم الاعتراف به كنادي في عام 1988. تمت الكثير من المشاركات لهذا النادي وحقق الكثير من البطولات والانجازات على جميع الالعاب والانشطه، من كره قدم الى كره يد الى جودو الى ملاكمه. لكن بالمقابل هي اللعبه اللي تعتبر واجهه النادي هي كره القدم. كره القدم لم يكن بالشكل المطلوب في النادي ولم تظهر بالشكل المطلوب لدى نادينا، لكن نعمل في الوقت الحالي على اظهارها بشكل افضل وعلى الظهور المشرف مع انديه عدن والمنافسه في جميع البطولات. منذ ميلاده المبكر في منتصف الثمانينيات استطاع نادي الجلاء أن يلفت إليه الأنظار بحضوره الدائم في المنافسات والألعاب الرياضية، محققاً فيها البطولات، وبها تمكن من انتزاع الاعتراف به رسمياً كأحد أندية عدن المهمة مع حلول العام 1988. ظل الفضاء الرياضي لنادي الجلاء يتسع لكل ما هو جاد، ومع مرور الوقت كان عطاء شبابه يتمدد نحو إشراقات مضيئة في مستوى الأداء لدى منافساته الرياضية مع الأندية المحلية. عطاء نادي الجلاء الرياضي خلال مسيرته ارتبط بالعديد من الأنشطة الرياضية وألعاب القوى بمختلف أصنافها، كحال معظم الأندية الرياضية في عدن التي ألحقت بها حرب الإنقلابيين في العام 2015 أضرارا بالغة. تعرض نادي الجلاء لأشدها، انعكست سلبا على نشاطه الذي زاد من أضعافه غياب الاهتمام والدعم الرسمي. تكمن الأهمية الاستراتيجية لنادي الجلاء الرياضي في عمق محيطه الاجتماعي وموقعه الجغرافي المتوسط مدينة خورمكسر الحاضنة لأعداد كبيرة من الفئات الشبابية والأجيال الناشئة. بأبسط الإمكانيات يسعى نادي الجلاء اليوم لفرض حضوره من خلال تنمية المهارات وصقل القدرات، معتمداً على جهوده الذاتية ومواهب منتسبيه وشغفهم الرياضي المتدفق دون توقف. اقترن اسم نادي الجلاء على مدى ربع قرن من الزمن بمهارات رياضية ونجوم لامعة كانوا مثالاً في التميز والأخلاق السليمة، أهلتهم للمشاركة في المنتخبات الوطنية والمنافسات العربية. شاركنا في الفترة الأخيرة في بطولات كثيرة، كان آخرها بطولة المريسة الرمضانية التي تعتبر البطولة الأولى حاليا، وحققنا أداء جيد ومشرف وظهرنا بظهور مشرف بشهادة الجميع طبعا. بريشتها الأمل وتلون الخيال بألوان الخيال، باعثة بفنها رسائلها الهادفة والبناءة. إنها الرسامة والفنانة مايسة محمد القعيطي. منذ تعليمها المدرسي تميزت مايسة محمد القعيطي بقدرتها على الرسم، وأبدعت بريشتها لوحات فنية شاركت فيها في العديد من الفعاليات المدرسية، وهذا ما تميزت به لاحقاً في تخصصها الجامعي في مجال العلوم الإنسانية.
كنت في حصص الرسم في الواجبات اللي في الأحياء والكيمياء كانت فيها يعني واجبات رسم، فكنت أستمتع جداً بالرسم والتلوين، وكنت يعني بالصف أغلب البنات يعني خلوني يعني أرسم حقهم الواجبات أحياناً بتأخر أو شيء، وكنت أشارك في معارض يعني بالمدرسة. وهنا يعني الحمد لله بدأت يعني أكتشف إنه عندي الرسم. ثم بعد ذلك دخلت الجامعة، جامعة القرآن الكريم وعلوم إسلامية، وفي هناك ركن إبداعي وكنت أنا عضوة منهم يعني في الرسم، وجدا يعني استفدت في هذا الركن الإبداعي ومشرفة على الأخت إسراء باقوبير الله يحفظها. فيعني من هنا فتحت قدامي أفق كثيرة، يعني تعرفت على أكثر من نوع في الرسم. كان لميس العديد من المشاركات في معارض عدة، ولمست إبداعاً ملحوظاً من قبل الرسامين الواعدين في عدن، ولكنها كغيرهم تعاني من قلة الدعم وضعف التشجيع المادي والمعنوي. كثير من الموهوبين يعني ما يلاقوش الدعم الكافي حتى يظهروا يعني إبداعهم ويظهروا، أغلبه يعني دعم شخصي من نفسه، يعني تلاقيه يروح يستغل أبسط فرصة يظهر فيها إبداع. يعني بالعكس عندنا مبدعين ورسامين بشكل يعني رائع جدا، بس للأسف ما فيش المشجع أو اللي بيدعمهم بيفتح لهم الطريق والمجال، يقول لك أنت رسام مش منك فائدة. بالعكس الفن رسالة سلاح ذو حدين، يستطيع المرء استخدامها سواء بالسلب أو الإيجاب. بالعكس ما شاء الله مبدعين كثير في عدن من ناحية الرسم، احتاج لهم يعني هذا المعرض كان صدق يعني فرصة، أظهرت كثير من الإبداعات كانت مغطاة يعني مدفونة صدق. كان لها بصمة خاصة في مجال رسومات المانجا أو ما يعرف اليوم بالإنمي، إذ تعتبر ميس القعيطي أول من أعد قصة برسومات المانجا بعنوان جهاد في عدن، تتحدث فيها عن الصعوبات التي عاناها الناس بسبب الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي على عدن في 2015. أول من شدني لهذا الجانب أخي ما شاء الله عليه يعني أوتاكو بالأنمي، فكنت ألاحظ أنه في المانجا الأنمي أو الأنيميشن باليابان استخدموا المانجا في توصيل كثير من الرسائل، حتى لدرجة أنه أعرف شخص ما شاء الله أصبح محترف في كرة الطائرة بسبب أنمي تابعه، فيستخدموا جدا هذه الأنمي في رسائل. فأنا قلت ليش بنستخدم نحن هذا الفن الأنمي في أيضاً في خلق رسالة عدنية، فكانت هي فكرة مانجا جهاد في عدن، هي تقريباً لحد الآن حسب اطلاعي تعتبر أول مانجا عدنية، بس هذه المانجا تتكلم عن الحرب التي وقعت في عدن عن شاب اسمه جهاد، هذا الشاب في الثانوية، بعدين من لحظة دخول الحوثة على الحرب في عدن وما هي الصعوبات التي عاناها، يعني تتكلم عن أغلب الصعوبات التي عاناها الشاب العدني في تلك الفترة، ترك الطموحات والأحلام والانخراط في الجبهات والانخراط في يعني في الهروب اللي بعضهم نزع اللي قاتل واللي استشهد، فتتكلم عن هذه الفترة وهي المعاناة التي حصلت في تلك الفترة أغلب العدنيين. فاسمهم إن شاء الله يعني ترى النور قريباً، وكنت يعني على أساس بطفعها بس استني الفرصة المناسبة إن شاء الله. يعد الرسم بالنسبة لميس القعيطي هواية، ولكنها تسعى من خلال لوحاتها إلى إيصال رسائل تفيد المجتمع، وتنصح من هم في مجال الفن أن يكون لفنهم هدف إيجابي يسهم في نهضة الوطن. الرسم بالنسبة لي هواية، و أحاول قدر المستطاع أني أخليك كطريقة وكتسخير بهدف معين، يعني أحاول قدر المستطاع أنه أي رسمة ما تكونش ما لهاش هدف، أحاول قدر المستطاع يكون لها هدف أو رسالة.
فالله سبحانه وتعالى أعطى كل إنسان موهبة، أحاول قدر المستطاع أن تكون هذه الموهبة في الجانب الإيجابي حتى تكون أكثر نفعاً لك ولغيرك، يعني من قد يعني قد تكون رسمتك يعني ملهمة لغيرك. ترى ميس القعيطي بأن قيم الإسلام الحنيف تجعل من الإنسان منفتحاً على العالم، ومن خلال بحث تخرجها شرحت أهمية الفن في الإسلام وكيف نسخر الفن في خدمته. من خلال الفن اللي هو الفن بشكل عام، يعني البعض يحصر الفن في أشياء معينة، هو لا الفن بابه كبير جداً، خصوصاً أنه يعني لو شفتي في الغرب دائما استخدموا السينما، استخدموا الرسم في توصيل رسائل تؤثر جدا يعني على المشاهدين. فأكيد الفن بشكل عام والرسم والفنون الباقية تؤثر جدا على ثقافة المجتمع. الفن عالم واسع وجميل، هكذا تصفه الفنانة ميس القعيطي، لكنها ترى فيه سلاحاً ذو حدين، قد يخدم المجتمع ويدفعه إلى الأمام، وقد يحمل مضامينها الدامة، وهي تسعى إلى تطوير قدراتها في الرسم الإلكتروني ونشر المانجا الخاصة بها. بحاول قدر المستطاع أني أطور في نفسي وأدخل أكثر مجال في الرسم. أنا أكتفي في الرسم على الورق، أحاول قد ما أتعلم الرسم الإلكتروني، وأيضاً أريد أن أمكن للمانجا في عدن إن شاء الله في أعمال قدر يعني قيد التفكير، كتب تكون مطبوعة على شكل رسومات. على الأمل الجميل التقينا، وعلى أمل اللقاء مرة أخرى أودعكم مشاهدين الكرام في أمان الله.